بدر لفادي الخطيب، فادي عم يدخل يرجع للمشنطف، مشنطف عم يدخل ما عم يسجل بسرعة، طابي مع سكوتي تيرمان، ثلاثة على واحد، يعطي لغالب، غالب حاول انه يرجع لايس كاستس، بدر مكي اللي سرق طابي عم يعطي شيريل فورد عن ثلاثة، شيريل فورد بهالمحاولة ما بيتوفق، طابي مع وليد دمياطي لغالب رضا، طابي بالاوت من عشوائي لعنا مع سكوتي تيرمان 74 70 للرياضي، دقيقة و11 ثانية لنهاية الكوارتر الثالث، وليد دمياطي عم يدخل عم يرجع لغالب رضا، غالب عم يموه عم يفوت وعم يعمل اوفنسيف فول على بدر مكي، والطابة رح ترجع تنتقل لفريق الحكمة، دقيقة وأربع ثواني لنهاية الكوارتر الثالث، غسان سركيس يعني كنا عم نشوف سكوتي تيرمان كنت عم تقول خلق قد ايه عم يقدر يريح اللاعبين، كثير حمس سكوتي عم يقدر يساعد لاعبينه بشكل كثير كبير، وليكو بدر ملا اسيست لحسن، يعني هون بدر عم يتحول لسكوتي لانه عم يسهل له مهمته بشكل رائع لغسان الداي، فعل مميز جدا بدر مكي بهالاختراع، سكوتي تيرمان ضغط من فريق الحكمة، ايس كاستر والريباوند لشيريل فورد، جدد بدر مكي عم يلاقي منيح مين معه، بدر عم يدخل فادي الخطيب عم يروي طابه لبدر مكي، بدر بسرعه بسبيد لا يعطي أسان داي وخطا وسله، سله من أسان داي والشغل كله عم يجي من هاللاعب نمبر فور من بدر مكي، وهيدي ثاني لاعب مدافع من الطراز كثير منيح خصوصا بيتميز كثير بسرقه الكرات، وطابه تنقلب لمصلحه فريق الحكمه بعد ما ضغط بدر مكي بشكل كثير كبير على وليد دمياطي جبره انه يعمل الزون، وهيك الطابه بترجع لفريق الحكمه